مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده وهو جديد مساء يوم الخميس في مصر النهارده. تحيا جمهوريه مصر العربيه، يعيش شعب مصر العظيم، وتحيا قواته المسلحه. احنا مع حضراتكم مكملين في ايام وليالي مصر النهارده. ومصر النهارده الحقيقه كل يوم بتتغير، وكل يوم بيحصل فيها مجموعه من التطورات والاحداث. بس الحقيقه اللي حصل النهارده حدث ازعجنا كلنا. يمكن في ناس هتعتبره حدث عابر او حدث فردي، بس هو في النهايه هيدي مدلول كبير على اللي بيحصل في الشارع المصري. اعتقد في كتير من حضراتنا وحضراتكم سمعتوا على فكره الضابط اللي ضرب رصاص حي على المواطن سائق الميكروباص في المعادي، في ميدان الجزائر في المعادي. الحقيقه الواقعه دي واقعه في منتهى الدلاله. اللي حصل بالظبط كما يروي شهود العيان، وزي ما تأكدت مصادرنا في البرنامج، ان احد الضباط اللي اسمه اشرف السجيني كان راكب عربيته، هي عربية دوبل كابينة ماركة دوج، وسواء ميكروباص راكب الميكروباص، والاتنين زنقوا على بعض، وفكرة مين اللي يعدي الاول عند مفرق طرق. ده الكليب اللي اتصور، صوره احد شهود العيان. بس ده تطور حول لحضراتكم مين الرائد ده. ده الضابط بعد ما اتضرب، لكن القصة يعني ليها خلفيات. الاثنين ميكروباص مع ال طب بعد اذنك يا عماد اجل ثانيه واحده بس علشان يعني نوصل للقطه دي ونعرف ايه مواصفاتها بالظبط. اللي حصل ان الميكروباص مع عربيه الضابط قفلوا على بعض، كسروا على بعض، زنقوا على بعض، كلمه من هنا كلمه من هنا، الاثنين نزلوا، واللي قال ان الاثنين تجاوزوا، الاثنين شتموا بعض. فالضابط يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي جرم، او صحته كويسه، فهو ماسك في خناق سواء الميكروباص، زقوا على الارض، وقعوا الناس. لما حبت تتلم، انت عارفين المصريين دايما في الخناقات والحاجات دي الناس بتتلم، فالضابط خاف مطلع مسدسه، وبدل ما يضرب في الهواء عشان مثلا يخوف الناس او يفرق المتظاهرين او يفرق الحشود، قام ضارب السواق الميكروباص اللي على الارض. رصاصه جت هنا ما بين رقبته وما بين كتفه. سواء الميكروباص دلوقتي في المستشفى، قيل ان هو مات لكن هو ما ماتش، هو تحت الرعايه المركزه في المستشفى وربنا يشفيه. طبعا الناس لما شافت الضابط ده وهو بيضرب الراجل بالرصاص الحي اتلموا عليه، خدوا منه السلاح واوسعوه ضربا. هنا بقى اللقطه اللي كان عماد مخرجنا منزلها لحضراتكم اهو. ده بعد ما كل علقه محترمه جدا من الناس في الشارع، ضربوه ضرب مبرح، بالاضافه الى ان هم كسروا العربيه وبعد شويه ولعوا في العربيه. وده حالة من الحالات طبعا الانتقام ضد الضابط والممارسة العنيفة والبشعة اللي هو ارتكبها. شيء الحقيقة في منتهى البشاعة، منتهى البشاعة اللي عمله الضابط. وانا عارف ان في ناس هتقول يا تامر بلاش دلوقتي نحقن الناس اكتر ضد الداخلية، لكن في النهاية لا يصح الا الصحيح ايا كان اللي حصل. وحتى لو افترضنا ان في ناس شوية هتدافع وتقول لا ما اصل خدوا بالكوا الضباط والداخليه دلوقتي نفسيتهم صعبه وحالتهم النفسيه صعبه وكان عندهم هزه نفسيه وكسره نفس من ساعه اللي حصل من يوم 28 يناير، لكن في النهايه ان هو يطلق مسدسه الميري برصاص حي على مواطن، حتى لو كان شتمه، حتى لو كان ضربه، حتى لو كان كسر عليه، حتى لو كان عمل اي تجاوز، في حاجه في النهايه اسمها قانون، في حاجه اسمها سياده القانون. وانت المصيبه ان انت ممثل القانون. الضابط ده هو ممثل القانون في الشارع، لما ياخد حقه بمسدسه وبدراعه بالمنظر ده يبقى مفيش قانون، يبقى احنا بقانون الغاب. الضابط بيستخدم قوته المفرطة وينتقم من المواطنين. كلام في منتهى الفجور، هذا فجور علني. الفكرة ببساطة شديدة ان الناس هتقول طب ما كانش صح ان هم يولعوا في العربية. انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا ان الناس اللي عندها حالة من الاحتقان من الداخلية وممارساتها السابقة، واحنا المفروض بنقول دلوقتي من يوم 25 يناير صفحة جديدة، والداخلية هتبقى احسن، والداخلية هتبقى افضل، والشرطة في خدمة الشعب، وان الداخلية دلوقتي بتطهر ضباطها ومجندينها من الممارسات السلبية والعنف والقمع اللي كانوا بيعملوه. ويجي هذا الضابط، يعني انا شايف ان الضابط ده ظلم الداخلية اكتر ما يكون ظلم نفسه وظلم سواء الميكروباص، لانه رجع للناس فكرة هذه القوة العنيفة وهذا البطش وهذا الظلم اللي بيرتكبه ضباط الداخلية. شيء في منتهى البشاعة. معنا محمد، معنا محمد، الاستاذ محمد مواطن وشاهد عيان كان موجود في المعادي في ميدان الجزائر وقت الحادثة. مساء الخير يا استاذ محمد.
ممكن تحكي لي بعد اذن حضرتك اللي شفته؟ والله بص يعني انا طبعا سامع كلام حضرتك اللي بتقوله على التليفون دلوقتي. انا احترمه جدا وعندك حق، هو مش حقن الشعب المصري ضد الداخليه وبس، ضد اهل المعادي كمان اللي بيدفعوا الثمن دلوقتي. ايوه يعني فكره ان الطرق تتقفل دي مش يعني حاولنا احنا وقفنا مع الناس الاول. لان اللي اتقتل ده مواطن مصري، اخويا زي ما هو اخوك زي ما هو اخونا كلنا. طبعا. اتقتل الراجل سواء كان لابس ميري سواء كان لابس مدني مش هتفرق كتير. مظبوط. المهم استخدام العنف او استخدام السلاح الميري اللي هو اقصى من اليمين ان هو مش هيستخدمه الا لصالح الوطن، دي كانت اكبر مشكله. ايوه. الشعب محقون دلوقتي واساسا فينا اللي مكفينا. الناس اللي واقفه دلوقتي في الميدان، ناس واقفه معايا انا طبعا، فيهم ناس عقلاء كتير وفيهم ناس على يعني على دماغهم يعني كل واحد بينشر المشاعر يعني. طبعا. يتنططوا فوق العربيه بعد ما اتحرقت مش عارف ايه، الكلام ده كله حلو ان الواحد يطلع كل الحقن اللي عنده. ينفذه بمعنى اصح. وده حاجه كويسه جدا، بس احنا بنطالب الناس دي عشان اهل المعادي بس. اهل المعادي عايزين يروحوا بيوتهم. انا مش بقول ان طرق مقفله على الاخر لان في ناس برضو عقلنا بتعدي. طب اوصف لي المشهد يا محمد اللي عندك دلوقتي. والله هو بص، هو حصل موقف قدامي، حصل واحد مصدوم مثلا، واحد مش من المنطقه. ماسك الكاميرا وبيصور. قالوا انت مين حضرتك؟ الولد اتخض، الولد مصري ابن ناس كويس وبيعرف يتكلم وبتاع وشكله اجنبي. فبيطلع لهم البطاقه، فواضح ان اللي بيكلمه ده واحد محقون. فبيقول له انت عميل انت مش عارف ايه، خونه. فجاه لما علّى صوته كده المنطقه كلها اتلمت عليه، والولد مظلوم انا اعرفه. لموا عليه كانت هتبقى مذبحه. لولا ان في ناس عاقله برضه ورجاله ورجاله مصر بجد. هم اللي خرجوه. طب هو مين اللي ملمومين دلوقتي؟ يعني الحادثه انا عارف انها حصلت يمكن الساعه 1:30 ولا 2 الظهر. معظمهم من البساتين، ومعظمهم من موقف من فايده كامل. ومن الموقف بتاع البساتين، معظمهم سواقين ميكروباص، دول هيعتصموا هيعملوا اضراب. هم حرين يعملوا اللي هم عايزينه طبعا. ده في الاخر اكل عيشهم يعني. تمام. ودي حريتهم وده التغيير اللي احنا بنتكلم عليه. لكن طبعا التغيير برضه لازم يبقى برضه في الواحد يعبر عن رايه. طبعا متفقين. بالظبط. النهارده انا اجي اعبر عن رايي، اعبر عن غضبي، ده حاجه كويسه جدا ودي هي الديمقراطيه بجد. بس ما اذيش الناس. النهارده في حظر تجول الساعه 12. ايوه. والجيش مش بيهزر، فبقى لك 12 12. انا عندي ناس اعرفها باتت في الشارع في 12 لغايه 6 الصبح. هما بيحلفوا على داهيه، يقول لك انا قعدت الجيش مش بيهزر يا جماعه، يلا نحترم القرارات بتاعت القوات المسلحه. ايوه. فانتوا النهارده يعني بتعطلوا الناس ان هي تروح بيوتها، عاملين قلق، الناس اللي في البيوت مرعوبه. طب الحاله الامنيه مرعوبة. الحاله الامنيه في المعادي يا محمد عامله ازاي؟ هو اللي هو الجيش الحمد لله مسيطر. بس هو دلوقتي ما فيش جيش حوالينا، هم بيحموا بيت الضابط، ابو اهل الضابط يعني. لان للاسف الشديد كانوا عايزين يروحوا يعني ينتقموا من الاهل يعني. انا عارف ان بيت الضابط قريب من مكان الحادثه. فطبعا يعني هي ده يمكن طار قديم او حاجه وات ايفر، هو اللي بيحصل دلوقتي. الجيش الحمد لله سيطر وقاعد بيحرس البيت، لكن اللي بيحصل عندنا دلوقتي هو قلق 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 جامد. تمام. وانا لو في اي حد سامعني دلوقتي من القوات المسلحه، انا كنت بستنجد دلوقتي بيهم، تعالوا الحقونا، تعالوا نظموا كل حاجه. انت في ميدان الجزائر؟ بالظبط كده. طيب شكرا جزيلا يا محمد، احد المواطنين شهود العيان الموجودين في ميدان الجزائر، المكان اللي حصلت فيه الواقعة المؤسفة اللي حصلت الظهرية النهاردة تقريبا الساعة 1:30 الظهر او 2. وهي هي الفكرة في كده يعني، طبعا انا متخيل ان معظم سواقين الميكروباصات واصحاب المصاب اللي اتضرب عليه نار اكيد هيبقوا في حالة غضب وحالة يعني اشتعال في المشاعر، علشان ما حدش يقبل سواء الميكروباص ده ممكن يكون فعلا اخوك او ابنك او ابن عمك. الفكرة ببساطة شديدة انه وبعدين يعني، خلونا دايما نبص لبعدين. الحالة بالمنظر ده مش هتستقيم، واحنا كلنا عارفين ان الداخلية كان فيها سلبيات كتير جدا جدا جدا، وفيها الممارسة زي ما اتعودوا وتربوا الضباط على سلوك للأسف الشديد كان سلوك متجاوز ومنحرف، وبنحاول كوزارة الداخلية ان هو يتحسن. بس ما هو واحدة بواحدة لازم تيجي. البداية تيجي منين؟ البداية لازم تيجي من الداخلية، لان هي الكيان وهي المؤسسة. والمواطنين دلوقتي اللي عندهم حاله من حالات الغضب او الاحتقان او السخونه ناحيه الداخليه، لازم الداخليه هي اللي تبدي بادره جيده. انا سمعت ان اللواء محمود وجدي وزير الداخليه الحالي
فور علمه بالواقعة أصدر قراره بوقف الضابط عن العمل وإحالته للنيابة مباشرة علشان يتحقق معاه في استخدامه لسلاحه الميري دون يعني مبرر أو دون سبب وجيه، لأنه ما كانش بيظبط مجرم ده بيتخانق مع مواطن على مشكلة مرورية. أتمنى أن وزارة الداخلية تستطيع في الفترة القادمة أنها تعطي علامات حسن النية وعلامات ومبادرات جيدة تعيد صياغة العلاقة ما بين المواطن وما بين الداخلية، لأن الداخلية مش هينفع تشتغل والمواطن محقون منها، والمواطن اللي هو أنا وحضرتك وكل المواطنين المصريين مش نعرف نعيش من غير أمن ومن غير داخلية، والجيش مش هيفضل يحمي بره وجوه طول العمر. يعني مهمة الجيش دي مهمة مؤقتة، الأمن الداخلي مهمة وزارة الداخلية، مؤسسة جهاز الشرطة، مؤسسة جهاز الشرطة لازم ترجع وترجع بعلاقة طيبة يسودها الاحترام. مفيش حد سيد على حد، لا مواطن سيد على الضابط ولا الضابط سيد على المواطن، في بينهم حاجة اسمها القانون والقانون سيد الجميع. وفي هذا المقام في ناس كتير حملوني وقالوا لي علشان الداخلية تثبت كمان حسن نواياها لازم الملفات القديمة تتقفل. واحدة من الملفات المهمة جدا اللي لازم الداخلية تفتحها بناء على طلب الكثير من الناس وبينجدوا فيها وزير الداخلية الحالي اللواء محمود وجدي، انه غدا او يوم السبت يفتح باب التحقيق مرة تانية في مقتل الشاب خالد سعيد، الشاب السكندري اللي في ظن الكثيرين وانا معاهم انه هو واحد من شرارات ثورة 25، زي التزوير بتاع الانتخابات كان هو القشة التي قسمت ظهر البعير، كمان السفور اللي شفناه في مقتل الشاب خالد سعيد في اسكندرية كان من الشرارات التي اشعلت هذه الثورة وقتها، لان النظام كان عارفين عامل ازاي. الداخلية اصدرت بيانها وابلغته لوسائل الاعلام كلها ان الشاب ده مات نتيجة الاختناق باسفكسيا الاختناق، نتيجة ان هو كان بيبلع لفافة البانجو والزباط بيجروا وراه. هل ده صح ولا لا؟ يتفتح باب التحقيق، واعتقد ان وزير الداخلية والمؤسسة الشرطية دلوقتي ما عندهاش ادنى مشكلة انها تعاقب حد، لانها مش مسؤولة، الوزير الداخلية دلوقتي مش مسؤول عن اللي حصل زمان. خلينا نروح للاخبار الاخرى والتفاصيل الاخرى، ومنها وطبعا بذكر الملفات بس ما اعتقدش دي ليها علاقه بالداخليه، ده النائب العام بقى، وانا عارف النائب العام ربنا يكون في عونه عنده من الملفات والبلاغات والاتهامات اللي ممكن يعني تخليه يشتغل هو والنيابه لمده سنه قدام بلا كلل ولا وقت فراغ. لكن كمان فكره العباره السلام اللي قتلت 1000 من اهالينا، الموضوع لازم يتفتح من جديد لان في 1000 ضحيه ب1000 اسره لسه بيبكوا على ابنائهم. وبالمناسبه بقى ده يعتبر بلاغ مني يعني على موضوع كمان صخره الدويقه اللي وقعت وانهارت والموضوع عدى ومحدش اتحاسب. اشياء كثيره جدا حصلت في سنواتنا الاخيره وللاسف الشديد كان بيتم التعتيم عليها، لكن الان في ظل هذه الاناره والاستفاقه اللي الشعب المصري كله فيها اعتقد ان مفيش حد ممكن يكون من مصلحته ان يتعتم على شيء، ومحدش ياخد العطل بالباطل، بس اللي اخطا في حق الشعب لابد ان يحاسب ولابد ان يحاكم ويتم تبرئته او يتم ادانته. النيابة العامة، بذكر النيابة العامة منذ ساعات قليلة قررت حجز كل من السيد انس الفقي وزير الاعلام السابق والاستاذ اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون الحالي حتى يوم غد الجمعة. هم ابتدوا التحقيقات معهم في مباحث الاموال العامة في نيابة الأموال العامة من النهاردة، وقررت حجزهم حتى يوم غد الجمعة لاستكمال التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة والتي باشرت معهم التحقيق بشأن ارتكابهما لمخالفات مالية وإدارية تتعلق بجهة العمل في وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون. نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد صحة ما تنقلته بعض وسائل الإعلام حول حبس الفقي والشيخ لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، وقال المستشار عادل السعيد نحن فقط نحتجزهم حتى غد لاستكمال التحقيقات وغدا